ليش يقال انه جبران باسيل هو اكثر شخص مكروه بلبنان؟ انا اكيد ما بوافق انه لبنان يكون به هلال لا شيعي ولا سني مشكلة ولا مسيحي. حلفائكم الثنائي الشيعي هم من ضرب عهد الرئيس عون بتفاوض بين بعضهم، ولا مره نحن كان في من يعني من جانبنا اقله شيء استهدفنا في الخليج، حتى لو اليوم اجمعوا الكل علي انا رئيس جمهوريه، بهيدا الوضع انا ما بعمل رئيس جمهوريه. ماذا تقول لسمير جعجع؟ نحن ما بنوافق على حدا، ما بتوافقوا على حدا، مش على شخص سيدريدا. ماذا تقول للسيد حسن؟ نحن ما بنريد لبنان يتدخل بشؤون الدول العربيه، ما لنا حق ولا لنا القدره. طلعت فيه الرئيس ميشيل عون وفصلته من التيار الوطني الحر. لا هو بدك الحقيقة هو هددني انه بده يفصل من التيار اذا بضل ساكت على التجاوزات وعدم الدين الزين الحاصل فيه. لبنان بوضعه وقدراته ما بيقدر هو وحده يحرر القدس وفلسطين. انا مع لبنان ما بيدخل بشيء مع اسرائيل الا ما ياخذ كل حقوقه. لمتى بدنا نشوفك بسوريا؟ 85% بحسب الاحصاء المركزي من السوريين بلبنان ليسوا نازحين. انا ما بريد يسقطوا الا كرمال هيك، انا بعتبرهم شهداء لانه هيك يلي حطتهم على طريق تاني. اوكي انا ماني موافق عليه، انا بدي شباب لبنان يكونوا عم بيدافعوا عن لبنان.